عبد الله عنده فرصة للتسجيل في مرمى الحارس. جمعة كاسيتجا، جمعة كاسيتجا، عبد الرزاق عبد الله في تنفيذ ضربة جزاء وقت مناسب جدا. 39 دقيقة وفرصة سانحة لبلوغ الهدف الأول. عبد الرزاق حمد الله واحد من مواليد البطولة الوطنية، قدم شهادة ميلاد مع أولمبيك أسفي واليوم مع نادي أليسينس بالبطولة النرويجية. ضربة جزاء حمد الله، يلا سجلها، والهدف في الزاوية البعيدة، في الزاوية البعيدة يسجل الهدف الأول للمنتخب الوطني المتقدم في النتيجة بهدف لصفر. عبد الرزاق حمد الله المتألق بالدوري النرويجي يسجل الهدف الأول، هدف مستحق للعناصر الوطنية في الجولة الأولى. على الأقل ما نخليوش المنتخبات الصغيرة على المستوى الإفريقي، مع احتراماتنا لبلد كتنزانيا، لبلد غني بمواهبه وبقدراته غني